ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ محمد؟ That's me, Dr. Mahmoud, and this is your plan of this month, inshallah. We are going to do revision. We start from Surah Alhamdulillah Rabbil Alameen. Now we stopped in Surah Was-Sama'i Dhat Al-Buruj. So I want you to reread Surah Was-Sama'i Dhat Al-Buruj again because you have a lot of mistake there. And about the new part, we go slow. But let me read this part for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Until here, my friend, we will finish our revision, we will finish this surah, we will go to the next surah, inshallah. That's the whole thing. See you, inshallah, next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.